من أين ستبدأون بعملكم في العراق؟ أي من القطاعات الآن هي الأهم كمرحلة أولى في العراق؟ الطريق للإصلاح الدولة ليس مفروش بالورود بل بالأشواك. كيف تقيم وضع الحكومة العراقية في ظل المصاعب والتحديات التي تواجهها بشكل دائم؟ الخبراء يتوقعون انخفاض في سعر النفط خلال العقود القادمة وخلق فرص عمل للشباب. نتوقع أن سيكون هناك ضغط إضافية على الخدمات من الحكومة إلى الشعب. هل ستتخذ خطوات جادة لتسليم هؤلاء المسؤولين المتورطين بهذه القضية الخطيرة؟ القضاء على الفساد مستحيل، ولكن الحد من نسبة الفساد شيء ضروري. فداخل سنجار هناك انقسامات أو تنافسات محلية وإقليمية ودولية في نفس المكان، موقع استراتيجي حساس ولذلك ملف صعب.